والله من وجهة نظري، بما ان الناس ما بتنزلش الشغل، بما ان مفيش حركة، النور غالبا بيقطع طول الوقت، كمان النت يعني شوية بيجي شوية ما بيجيش، فانا من وجهة نظري يعني اللي قاعد دلوقتي ممكن يستثمر وقته في حاجة مفيدة جدا، ان هو يقعد يقرأ. يعني انا دلوقتي بقرأ صقل البامبو لسعود السنعوسي، خلصت منها 100 صفحة، ده في ساعتين بس. يعني هي طبعا البرد والجو ساقع خلي الواحد تعبان، بس ممكن نستثمر وقتنا في حاجة مفيدة، القراءة. او اللي بيحب الكتابة، الجو ده ممكن يساعده جدا ان هو يقعد ويكتب، وممكن يخلي الصورة وهو بيكتبها تبقى حقيقية وواقعية كمان جدا، وممكن يكتب عن الفترة دي، ممكن يكتب قصة قصيرة مثلا يعني على سبيل المثال. اما بقى بالنسبة للحاجة الغريبة اللي انا كنت عايزة اقول رأيي فيها، يعني في ناس بتقول اللي احنا فيه ده يعني ده يعتبر غضب من ربنا وكارثة. هل دي مش حاجة طبيعية؟ لا، هي دي الظروف او الطقس او المناخ اللي احنا فيه ده. انا شايفة ان دي حاجة طبيعية جدا ان هي تحصل، عادي ان يحصل فيه تقلبات في الجو، عادي ان يحصل على فترات ان يكون فيه اوبئة. هل معنى كده الفترة اللي كان فيها التيفود متفشي في القرى وهل ده كان غضب من ربنا؟ لا، ده مش غضب من ربنا، دي حاجة طبيعية جدا بتحصل في الطبيعة، يعني ما لهاش علاقة بالغضب او بالكارثة. يعني ربنا قادر ان هو يخلي الكون ده كله في ثانية منتهي. وتاني حاجة، هل معنى كده الشعوب الأوروبية مثلا يعني بالثلوج اللي بتنزل فيها والأمطار والفيضانات اللي كانت بتحصل في شرق آسيا دي معناها ان هي دول ربنا غضبان عليها؟ لا طبعا، الأمر ملهوش علاقة بان ده غضب من ربنا ولا لا، دي حاجة وظروف طبيعية جدا بتحصل للكوكب كله، ملهوش علاقة بغضب ربنا. المفروض علينا ان احنا ندعي ربنا كتير، ان الرياح دي تكون جاية بخيرها مش جاية بشرها، ان ربنا يعين الاسر الفقيرة اللي هي ما بتقبش، مش قادرة حتى تجيب بطانية. في ناس فعلا ما بتقبش قادرة تجيب بطانية. ان احنا ما نقلقش النعمة، ان احنا نحمد ربنا ان احنا عندنا بيت وعندنا مأوى، ده المفروض ان احنا نعمله. الدعاء، استثمار الوقت، ان احنا ما نقلفش النعمه.